عمرو، خليني أسألك، كيفك من وين، كيف دغري دخلت على كرفان؟ كيف دغري دخلت يعني على كرفان؟ إنه هيك ما إلك أي خبرة إعلامية؟ على ما إيش خبرة إعلامية، بس أنا أوريدي بدرس فيلم ميكينج، بدرس صناعة سينما، فبعرف كيف الواحد بيمثل، كيف يكون شعوره، كيف لازم شوي يطلع عن مين هو، ولازم يعمل الإشي اللي بده إياه المخرج أو الإشي اللي بده إياه النطاق العام. فأنا حسيت إيش هو كرفان، عرفت إيش المخرجين بدهم وإيش لازم أقدم لهم، والناس اللي بيطلعوا علينا إيش بدهم يشوفوا. بس at the same time الإشي الحلو ضلينا كلنا نفس الأشخاص، بس شوي هيك ويتوند، شوي هيك عرفنا إيش الإشي اللي لازم. هي أول مرة أول هيك أسبوع 10 أيام يكون الوضع غير، بعدين بتصير مرتاح. أول فترة كنت أضل أعمل هيك، لأنه إشي غريب إنه هلأ كل حدا عم بتطلع وبستناني أنا أحكي الإشي الصح بالوقت الصح. بس بعدين شوي صرنا خلص، بدال ما الواحد يقرأ ويحكي صار هو يفهم إيش اللي لازم يصير، هلأ لازم نطلع فاصل، هلأ لازم نحكي هيك، فصار شغلة تطلع منه.